أنت في الاجتماع لما حضرت الحكومة بممثلينها شفت أن الناس جايين بنفس أنهم يبون يرفعون الإيقاف؟ نعم. ما كانوا حجر عثرة؟ لا والله على ما أقول شهيد، والطرفين نفس الشيء، حتى الطرف الآخر. نعم، أنا تواصلت معه بصفة شخصية. من هو؟ ما عطاني الإذن حتى أقوله منه، وإن عطاني الإذن ما عطاني الإذن أقول فحوى الكلام اللي بيني وبينه. ما استأذنته والله، راحت عني إن اليوم عندي مقابلة، حديث اليوم 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 حتى يعني تكلم. شخصية معه. رياضية يعني؟ نعم، يعني يمثل أكيد رمز من الطرف الآخر. مو شيخ طلال الفهد؟ وهما كلهم متعاونين. مو شيخ طلال الفهد؟ يعني علي. مو شيخ أحمد الفهد؟ علي. خلص يعني قلت لك ما أعطاني الإذن، يعني هو اللي غيره، ما حد أعطاني الإذن. يعني أوكي خلاص أوصل، الطرف اللي محسوب كلهم الآن تموت تحت. الطرف الآخر أيضا يبي رفع الإيقاف. أنت ليش تهمك التفاصيل؟ يهمك بالنهاية جزئيات مهمة عندنا اليوم. نعم، يهمك بالنهاية هل الطرفين كلهم فعلا صادقين في رفع الإيقاف؟ نعم. كم ما صار في إيقاف إذا صادقين كانوا برفع الإيقاف؟ نعم، إحنا نتكلم عن الأطراف الكويتية، أنا ما أتكلم عن اللجنة الأولمبية الدولية، تكلم عن الأطراف الكويتية اللي نعتقد أنها بالخانة الأخرى. ما يقال أن اللجنة الأولمبية تمثل طرف بالكويت. زين، الحين أنا عضو في لجنة شباب ورياضة. أوكي. وبالتالي حتى الكلام اللي أقوله محسوب. زين. وأي كلمة غلط أقولها راح تفسر إني مع طرف ضد طرف، وأنا أحاول جاهداً. أي بس أنت مو شخصية حكومية عشان تكون متحفظ لا تخاف المسألة ولا شيء، فأنت مفروض تكون أريحية. أنا شخص مقبل على حل نزاع. كيف تريدني أن أحل نزاع أو يثق فيني أحد الطرفين إذا ما علم أن أنا مع الطرف الآخر؟ أنت تبي الأمور المنطقية، ما تتكلم عن أمور إجرائية وقانونية. أقدر أقول رأيي وأنا عضو مجلس أمة وعندي حصانة أوكي. بس هذا أنت الحين بالنهاية تحل الموضوع ولا تفتل عضلاتك؟ أنا قاعد يعني نبدي الحكمة أولا.